السلام عليكم. سنشرح لكم العملية التي يتم بها إنجاز مشروع لاندينج بيج بلس فيديو من أول إلى آخر مرحلة. أول مرحلة هي لما يتصل بنا الزبون للاستفسار حول خدمة لاندينج بيج بلس فيديو، يجيبه أحد المسوقين لدينا. بعد تأكيد الخدمة المطلوبة، حيث يتم دفع ثمن الباقة ويتم إرسال إنفويس للزبون، يقوم المسوق لدينا بإشعار مدير مشروع لاندينج بيج بلس فيديو. بعدها يقوم مدير المشروع بإعادة الاتصال بالزبون من أجل مناقشة الزوايا المراد العمل عليها في اللاندينج بيج والفيديو، وكذلك تحديد المنصات المستهدفة، بالإضافة إلى نقاش بعض المعلومات المهمة قبل البدء في العمل. بعدها يتم إشعار قسم Content Creator بالخدمة، وكذلك قسم Designers. يقوم فريق Content Creator بكتابة سكريبت مميز وجذاب، بالإضافة إلى تعليق صوتي احترافي في حالة تم طلب ذلك في الباقة، ويتم تصميم صفحة هبوط احترافية وسريعة ومميزة. يقوم فريق ديزاينرز بإنشاء فيديوهات إعلانية محترفة تناسب الزوايا المحددة والمنصات المستهدفة. بعد الانتهاء من إنشاء الفيديوهات الإعلانية وتصميم صفحة الهبوط، يتم مشاركة ذلك مع الزبون، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع، أي يمكنك يعني طلب تعديلات أو إضافات بعد التوصل بالعمل. إذن هذه هي العملية التي يتم بها إنجاز مشروع لاندينج بيج بلس فيديو في أوتيس ماركتينج. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على الأرقام التالية. شكرا لكم.